انا واحنا بنشرح كده وهرجع مره تانيه لدكتور حسام، بس عايز الاول اروح لمحمد رحيم. انت شايف كل هذا الجدل في اي اطار؟ هقول لك يا يوسف، علشان نقدر نفهم الموضوع ده بشكل عام طبعا، لان الحقيقه يعني الموضوع هنا في تفاصيل قانونيه وعقود واتفاقات، فانا حابب اعلق عليه في الاخر اقول رايي من بعيد، بس عايز اتكلم على المساله كلها. احنا عشان نفهم يا يوسف اللي بيحصل بالظبط في الموضوع ده، محتاجين نركب زي آلة زمن. آلة زمن بمعنى انه النهارده مثلا، تعالى نتخيل النهارده واحنا في قناه التلفزيون المصري العريق العظيم طبعا سنه 46 اللي كانوا بيعملوا فيه البروفات كلهم، السيده ام كلثوم والفنان الكبير محمد عبد الوهاب وكل الناس دول، ايه نوع الاتفاق اللي كان بيتعمل ساعتها ما بين الملحن والشاعر من جهه، وما بين المطرب والمنتج من جهه ثانيه؟ اوكي، لو حضرتك جيت بسيط على شكل الترانزيت هتلاقي مثلا بيتكلم في الراديو اللي هو كان بيبقى لسه اختراع جديد وكذا وكذا. طب بعد كده بعد شويه بعد العصر ده ظهر التلفزيون، وبعد التلفزيون ظهر القمر الصناعي ساتلايت القنوات بقى طبعا كلها. اوكي، بعد العصر ده ظهر عصر الانترنت، دلوقتي بقى في العصر اللي بعده عصر الذكاء الاصطناعي. المشكله كلها بتحصل هنا، بمعنى ان انا لو جيت حضرتك سالت الاستاذ رياض الصنباطي النهارده وهو بيعمل الاتفاق، تيجي تسال كلمه من شويه قبل الهوا عجبتني قوي، الجنيه المصري زمان سنه حاجه و20 ولا حاجه و30 كان يجيب شقه ويجيب كذا، تشتري بيت وتيجي. هل تتخيل مثلا، انا ما اعرفش الاستاذ رياض الصنباطي اخذ كام في الاطلال، بس انت ممكن تتخيل مثلا هو كان بيفكر ساعتها موسيقار عظيم زي ده مثلا بأمور ساعتها يا مدام ناديه 12 جنيه 15 جنيه، ممكن رقم كويس ومجزي جدا يعني، يساوي رقم كبير قوي. الست ممكن تكون اديته 20 جنيه في الاطلال، 20 جنيه في الاطلال. طب هات بقى مدير اعمال بيدير اعمال رياض الصنباطي من العصر اللي احنا فيه ده، يقول له يا استاذ رياض لو سمحت 20 جنيه في الاطلال، يقول له ايه يا ابني ده رقم كبير جدا. انت عارف يعني ايه 20 جنيه؟ انت عارف يعني ايه 20 جنيه؟ يقول له يا استاذ طب 20 جنيه في الديجيتال ولا في الفيزيكال؟ يقول له يا ابني فيزيكال ايه وديجيتال ايه؟ عايزين نفهم انت بتتكلم في ايه؟ يقول له الديجيتال ده اصل غير ما تلعب على اليوتيوب وهتحط على انغامي وهتحط على سبوتيفاي. يقول له يا ابني هتلعب في الاذاعه المصريه. فانت بتتكلم هنا على العلاقه التعاقديه والقيمه الماديه طبقا للزمن. بالظبط كده بالنسبه للوقت. انا شايف ان المشكله دي كلها ومشكله الملكيه الفكريه في مصر، واللي احنا ان شاء الله اامل من كل قلبي ان احنا نشتغل عليها كلنا الفتره اللي جايه، مشكله الوقت. ان احنا بنتكلم بمعايير قديمه جدا في ابلكيشنز وفي اختراعات وفي علوم حديثه جدا جدا، فالخلاف بيحصل من هنا. الاستاذ محسن جابر، انا طبعا ده صديقي وحبيبي واخونا وابونا الروحي كلنا. صحيح. كذلك الدكتور مدحت العدل برضه، وده قامة كبيرة جدا جدا، وانت طبعا عارف انا بتكلم من موقع محب للناس كلها طبعا. انا عارف الجمعية طبعا بيتنا، بالمناسبة انا عضو في الجمعية المصرية من اول ما بدأت كملحن، عمري ما سبتها، ومن خلالها خدت كل الجوائز العالمية الحمد لله اللي خدتها من باريس، مرة 2016 اللي هي بروفيشنال، والسنة دي 2023 اللي هي بيرمننت ممبرشيب اللي هي فول ممبرشيب في مجالنا. دكتور حسام عارف طبعا دي يعني تعتبر اكتر حاجة ممكن يوصلها ملحن في العالم الحمد لله، وانا عضو في الجمعيه المصريه عمري ما سبتها، يعني بحبها جدا وبنتمي ليها وبحب دايما اكون موجود فيها. فالموضوع كله عباره عن ايه يا حبيبي؟ الاستاذ محسن جابر كان جاي من زمن سابق، كان سابق في الفكر. بمعنى ان حضرتك، انا النهارده بص يا يوسف تعالى نتخيل، البومات ام كلثوم ماليه الوطن العربي كله من زمان قوي قوي قوي. طبعا. لو جيت حضرتك النهارده قلت لوالدك مثلا في البيت يا بابا عايز اجيب ابونا، يقول لك يا ابني افتح الدرج اللي هناك ده هتلاقي شقتها كلها، انا بابا كان عنده المجموعه كلها في بيوتنا كلها. طبعا. طب تعالى نتخيل الالبومات اللي موجوده في كل البيوت العربيه بتاعت ام كلثوم، واحد جاي لك دلوقتي حالا وهي قدامك اهي خلاص، وانت هريتها سمع وموجوده شغاله اول حاجه في القصور في كاسطوانات، شغاله في القهاوي، شغاله في المحطات، شغاله في التاكسيات، شغاله في العربيه، شغاله في كل مكان. جاي لك واحد سنه 2000 بيقول لك لو سمحت الالبوم بتاع ام كلثوم عندك ده انا عايزه وهدفع فيه فلوس، هتيجي تقول له ايه ساعتها؟ هتقول ايه ده؟ هو الراجل ده فلوسه كتير ولا ايه؟ يعني ايه هتشتري مني البوم ام كلثوم؟ مش فاهم يعني الموضوع، انت اصلا لسه ما عندكش عنه فكره، لو كناش نعرف ساعتها ان الصناعه دي كلها هتتحول هيحصل فيها كل هذا الشكل من التطور. بالظبط، هتبقى ديجيتال وهتبقى المساله النهارده مختلفه تماما عن ما كانت بتحصل زمان. فانا شايف ان في جزء كبير جدا من الخلاف. على فكره هتقول لي مين غلطان؟ مفيش حد غلطان على فكره، مفيش حد غلطان. يعني النهارده عندي منتج سابق وكرييتيف اسمه محسن جابر راح اشترى واتفر الاتفاق، انا ما اعرفش عنه حاجه حتى قانونيه طبعا، مدام ناديه واستاذ حسام هم ادرى بيها ومحمد طبعا هم اتكلموا فيها، انا ما عنديش فكره. بس هو الراجل بيفكر لقدام. يعني مثلا على سبيل المثال هضرب مثل بسيط جدا، انا من الحاني مثلا حبيبي على باله عمرو دياب،
او صبر قليل بتاع شيرين اليومين دول معمول لها ريميكس معناها بقى لها 20 سنه معمول لها ريميكس اليومين دول يا يوسف مكسر الدنيا كل ما هتفتح هتلاقي الريميكس ده بالظبط كده. طب ما هي يا جماعه بقى لها 20 سنه الغنى اللي حصل يعني اللي حصل انه انت كنت بتعمل فكره ساعتها مثلا ناس بعد 20 سنه لما توزعت بشكل معين غير انها نجحت ساعتها حبت الموضوع اكتر وبقى معناها برضه ان الفكره الاولى كانت بروجريسيف لقدام جدا بالظبط يعني. كده طيب.